أسعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. أرحب بكم في هذا السباق المتجدد، سباق السيد محمد بن بخيت بن برقان المقارح في نسخته الثانية على التوالي إن لم تكن الثالثة، وينطلق بحفظ الله ورعايته. الشوط الأول، الشوط الرئيسي المفتوح، شوط الكاس، شوط الابكار، ايضا المشتركات من مسافة الكيلو ونصف الكيلو. نبدأ بالمقدمة وضربة البداية. هذا شعار بن ملهية يتقدم مع الواعية، محمد بن عبد الله بن ملهية يتقدم بشعار عدالة، الشعار الذي لا يعرف الا الانجازات. سلام عليك يا بن ملهية. ننتقل للمركز الثاني لأتابع الشاهنية للسيد سالم بن برقان المقارح، ونقلتنا على المركز الثالث أيضا الشاهنية سالم بن برقان المقارح. ناخذ المركز الرابع، شعار المنخس يصل الآن مع الفائزة جابر بن متعب المنخس، بينما المركز الخامس وصول خطير من حاف مبارك بن سالم آل خجيم يصل على المركز الخامس. نعود لشعار عدالة، نعود هناك للواعية، من تعي ويعي مالكها بقوة هذا الشوط، يعي بقوة شوط الكاس. شوط الكاس، الشوط الأول غير، الناموس غير، ولذة الشوط الرئيسي. يا سلام، شعار عدالة ينطلق مع الواعية مع الأمتار الأخيرة، القدوم الآن والوصول من الشاهنية. الشاهنية وصولها خطير، سالم بن برقان المقارح يصل الآن، ولكن يا سلام يا سلام يا سلام، روح 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 مع الواعية، روح روح مع بن ملهية، روح مع شعار أمجاد، مع شعار الواعية. بن برقان قادم 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 لا محالة على المركز الثاني، الواعية والشاهنية، الشاهنية والواعية، لكن الواعية قامت وراس وانهت الشوط راس. سلام بن ملهية، سلام سلام الواعية، سلام على هذا العرض. ولكن الله 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 الله، التسلل إذن من الشاهنية للسيد سالم بن برقان المقارح، تسللت في اللحظات الأخيرة لتكون هي المختطفة لأول الأشواط لشوط الكاس. ما فيك حيلة بن برقان، التوقيت الزمني ممتاز، دقيقتين و11 وتسعة أجزاء من الثواني. تهانينا لمالك الشاهنية سالم بن برقان بن مقارح على انتزاعه للشوط الأول.